مستعدين اليوم؟ حليته ولا قلت لكم راح نبدأ فيه؟ اوكي، ما حلت. مين بعد حل؟ اوكي خديجة. يلا، اللي حلت واحدة منكم تقول لنا كيف حلت. أيوة مها، تبغين تتكلمين في المايك ولا شات؟ بعدين تكلمين شرحي عادي، كتبي. أوكي تمام، خلاص تكلمي في المايك. حلو، اوكي مها، فتحي المايك. معلق. طيب اشرحي كذا، اذا تقدرين تكتبين بالبن. اوكي، على السلايد. أيوة، الإجابة الصحيحة هي بي، يبغى الجهد كهربي كما هو، لكن ضغط الوقت تتضاعف. ما يتفق ويا مها، الإجابة قالت عندنا إيش؟ بي. طيب ليه؟ كيف إثبات معادلة؟ طبعا شوفوا السؤال، A charge Q is in an electric field. عندنا الشارج هذه موضوعة في مجال كهربي، أوكي؟ What happen لو أنا جيت، أوكي، if the charge is replaced by a charge of 2Q؟ جيت دبلتها، إيش معادلة الإلكتريك فيلد؟ طبعا هنا هو دائما يسأل عن الإلكتريك فيلد، إذا قصدي الإلكتريك بوتنشال، وأيضا إلكتريك بوتنشال إنرجي. ففي البداية إحنا عشان نعرف لازم نجيب معادلة إيش؟ معادلة اليو إيش تساوي، صح؟ ومعادلة اللي هو الإلكتريك بوتنشال اللي هي الفي. فإيش هي معادلة، مين تذكرنا إيش معادلة اللي هي الإلكتريك بوتنشال إنرجي اللي هي اليو، معادلة الإلكتريك بوتنشال في؟ أيوة، الفي عبارة عن أرجع منه مقدار العمل اللازم لتحريك وحدة شحنة موجبة من اللانهاية إلى نقطة المجال. أوكي طيب، لحظة، أحس إن في شيء. طبعا هي في لها عدة معادلات، اوكي، هي خذت اللي هي الورك. ايوه اسراء، صح. الفي عبارة عن اليو على الكيو. طيب ايش معادلة اليو؟ ربطنا احنا في البداية بين ايش؟ بين الالكتريك بوتنشال انرجي اذا تذكرون، مع الورك. طيب وبعدين ايش صار؟ شوفوها هنا، ايش تعريف الورك؟ عبارة عن الـ QE في الـ D. فجينا عرفنا أن الفرق أو اللي هو تغير في الـ potential electric potential energy يساوي minus الـ work، فجينا حطيناها على إيش هالأساس. يعني في النهاية عندنا أن الـ delta U بتساوي إيش؟ minus Q في الـ ED، صح؟
وهنا عندنا ال في عند أي نقطة بتساوي اليو على الكيو. فأنا لو جيت أخذت المعادلة الأولى، خلينا نقول هي عبارة عن مثلا، خلينا نقول عبارة عن اليو أور اللي هو دلتا يو، اللي هي بتصير إيش الكيو، خلينا نقول إنها عبارة عن إيش كيو إي بالدي، أوكي، وهذا عبارة عن اليو ماينس الورك. اوكي، وهنا عندنا اللي هو فرق الجهد، اللي هو عبارة زي ما قالت عندنا اللي هو عبارة عن W على الكيو، او اللي هو عبارة عن change in the electric potential energy على الكيو. اوكي، فهنا طبعا راح نجي ونقول هو عبارة عن الكيو اي في الدي. فأنا لو جيت دبلت الكيو فراح أضرب هذه في التو، صح ولا لا؟ لكن لو جيت حق الفي راح أقول مثلا 2 كيو اي في الدي على أعلق القلم، يلا خليني أكتب إن شاء الله، أوكي، على التو كيو. فأنا مهما أدبل هي راح تروح مع القيمة حقتها، أوكي، فراح يبقى عندي في النهاية إن الفي راح تساوي إيش؟ الإي في الدي، أو اللي هي ماينس، طبعا أنا تكلمت بدون الماينس عشان فقط اللي هو نلاحظ الأرقام، أوكي، فهنا في النهاية راح يوصل عندي إن الفي بتساوي اي في الدي، او اللي هي ماينس اي في الدي، يعني ماينس 2 كيو اي في الدي. فراح نلاحظ ان الالكتريك بوتنشال انرجي هي ايش اللي تتضاعف، بينما الالكتريك بوتنشال ما تتاثر اصلا بقيمه الكيو، لان انا راح اقسم عليها من القانون. اوكي، طبعا توقفنا الى هنا وقلنا ايش ان عندي الالكتريك، اوكي اهم شي فهمتي عندي ولا قصدي فهمتي اللي شرحنا او لا يا شيماء؟ تمام. طيب هنا تكلمنا عن ايش، عن الالكتريك فيلد لاينز، وكيف ان الالكتريك بوتنشال يقل عندما ايش يكون في اتجاه الالكتريك فيلد، صح؟ قلنا مثلا ان هنا عندنا الفي عند النقطة A، قارنا فيها الفي عند النقطة B، ايهم اكبر، في عند الـ A او في عند الـ B؟ فان هذه مهمة دائما اركز عليها، اي واحدة اكبر؟ قلنا electric field line all lines always point in the direction of decreasing electric potential VB، وهنا اتجاهها إلى وين؟ إلى الأسفل، فمعناها أن ال V عند ال A أقل أو أكبر من ال V عند ال B. أيوة إسراء، ال V عند النقطة A أكبر من ال V عند النقطة B، أوكي؟ وقلت لكم لو افترضنا أي نقطة ثانية مثلا هنا C، راح تكون طبعا هنا بتكون مثلا V عند ال C، فراح تصير ال electric potential V عند النقطة B أكبر من ال V عند النقطة C. اوكي، يعني هذا اهم شيء في هذه السلايد. طيب هنا عندنا energy and the direction of electric field. A system consisting of a positive charge، لما يكون عندي نظام متكون من positive charge and electric field
loses electric potential energy when the charge moves in the direction of the field. طبعا هنا راح تلاحظون ان احنا راح نلخص كأن ايش اللي تكلمنا عنهم قبل القوانين. اوكي، an electric field قال لي does work on a positive charge when the charge، متى؟ عندما الشارج moves in the direction of the electric field. ايضا عندي ان the charge particle gains، راح نلاحظ ان الشارج particle ايش يحدث لها؟ gains kinetic energy، هي تكتسب طاقة حركية. And لها gains kinetic energy، هي تكتسب طاقة حركية. And the potential energy of the charge field system decreases، تقل by an equal amount. Okay، العلاقة بينهم زي ما قلنا عكسية، علاقة بين potential energy والkinetic energy. طيب لما يكون عندي if a Q not is negative، اوكي ايش معناها؟ معناها ان التغير في الالكتريك بوتنشال انرجي از بوزيتيف. اوكي، a system consisting of a negative charge and electric field gains potential energy when the charge move in the direction of the field. هذه متى ايش؟ بيكون في اكتساب للبوتنشال انرجي. In order for a negative charge to move in the direction of the field, an external agent must do positive work on the charge. فهذه كلها يعني المفروض تنتبهون لها لو جات لكم ايش؟ اسئلة نظرية، سواء خطأ صح وخطأ او اللي هو طبعا multiple choice. multiple choice أحيانا يكون في نظري. عادة الأسئلة طبعا عادة الملاحظات تجي نظرية. الأسئلة يعني عادة يصير في المتعم تقريبا المفروض أنه أقل من 10 أسئلة مسائل، أوكي، والباقي نظري. أوكي، لأن عادة الأسئلة يعني بصراحة أنا أفضل الحلول المسائل، لكن لاحظنا أن درجات الطلاب مرة تنزل لما تكون معظم الأسئلة اللي هي مسائل، فيصير في توازن. ولأن تقريبا كل مسألة 15 سؤال نفس الترم الماضي. أوكي، نفس التوزيع أتوقع حق الترم الماضي، لحد الحين ما بعد يجي الأبديت، لكن أكيد بيصير فيه تو كالكوليتد فورمولا والباقي يعني صح وخطأ و multiple choice. طيب هنا قال لي if a 12 volt battery، طيب هنا عندي الباتري الفولتج اللي فيها 12 volt has a charge of 52 كولوم، وهذه قيمة ايش؟ قيمة الشارج تساوي 52 كولوم. اوكي، how much chemical energy does the battery have؟ طبعا هنا لما يقول لي chemical energy هو يقصد فيها ايش؟ electric potential energy. اوكي، فانا عندي القانون ان ايضا طبعا هو هنا البي يرمز الى الباتري، اوكي، في اوف ذا باتري اللي هي طبعا 12 فولت، وعندنا اللي هو قيمة الشارج اللي هي 52، فقط يبغاني احسب ايش اللي هو الالكتريك بوتنشال او اللي هو كيميكال انرجي في الباتري، اللي هي عبارة عن U of the battery تساوي أيوة Q في ال VB. وخلاص كتبناه هنا VB ضرب Q تساوي 12 volt مضروبة في ال 52 كولوم. وطبعا لأن هنا اللي هي energy فوحدة قياسها دائما جول، يعني هنا بتكون volt مضروبة في الكولوم لكن الوحدة دائما تكتب جول.
اوكي هنا عندي طلع لي not 624 جول. طيب relationship طبعا احنا لو بتلاحظون واحنا نحل السؤال هناك احنا استنتجنا هذا القانون بس يعني بطريقة اخرى اوكي واحنا نحل اللي قلت لكم هذا اوكي وجدنا علاقة between ال V صح اللي هو ال voltage أو ال electric potential وأيضا ال electric field اوكي وراح ندرس هذه العلاقة هنا electric field and potential difference relationship between the electric between potential difference and the field يعطى بهذه المعادلة حيث أن ال electric field يساوي minus ال VBA اللي هو فرق الجهد or the potential difference between two points على المسافة بينهم أوكي ال VBA قلنا نعبر عنها بإيش so ال VBA هو عبارة عن ال VB minus ال VA فقط أجي أعوض عنها هنا هي عبارة عن VB minus ال VA على D والD ترمز دائما إلى إيش represent the distance between points اللي هو A and B طبعا إحنا المرات اللي راحت كنا نتكلم مثلا لما يكون عندي two plates واحد منهم مثلا يحمل شحنات سالبة والثاني يحمل شحنات موجبة فكنا نقول إن D هي إيش المسافة اللي بينهم طيب أو هي مسافة بين أصلا two charges positive and negative شارج مثلا فإيش المسافة اللي بينهم نيجاتيف ساين هنا الإشارة السالبة في هذا القانون أوكي indicates that the electric field is directed from higher potential to the lower potential فهي تعطيني إيش الدايركشن potential difference قال لي إيش has unit of electric field times the distance هذا لو أنا بطلع إيش إن ال voltage يساوي minus ال E في D مثلا فهو يساوي اللي هو unit of electric field مضروبة في ال distance it follows that the international system unit of electric field which has unit طبعا إحنا من قبل درسين من القوة الكهربائية أوكي إن ال F تساوي E في ال Q صح؟ فمن هنا أنا راح أوجد الـ E إنها تساوي الـ F على الـ Q فإيش وحدة قياسها؟ الـ F طبعاً اللي هي القوة وحدة قياسها بإيش؟ نيوتن وحدة قياس الـ Q اللي هي شارج كولوم أوكي؟ فهذه الوحدة اللي كنا دارسينها كولوم أوكي؟ فهذه الوحدة اللي كنا دارسينها في فيزيكس 1 إنها إيش؟ وحدة قياس الإلكتريك فيلد. طيب من هذا القانون أيضا أنا أقدر أجيب الإلكتريك فيلد إنه هو إيش يساوي؟ يساوي ال V على ال D. صح؟ فوحدة القياس ال V تقاس بإيش؟ بالفولت وال D تقاس بالمتر. أوكي؟ عشان كذا هنا قال لي it follows that the international system unit of electric field E which has a unit of newton per coulomb can also be expressed in volt per meter فيكون ايش القيمتين متساويتين طيب فانتوا طبعا تعوضون على حسب القانون المستخدم لما بستخدم ال V على D راح استخدم اللي هو الفولت على المتر لو بستخدم ال F على ال Q راح استخدم له نيوتن على كولوم طيب example قال لي هنا motion of a proton in a uniform electric field a proton is released لما يكون عندي بروتون طبعا لما يقول بروتون معناها ايش شحنة موجبة is released from rest فمعناها ان السرعة الابتدائية VI تساوي إيش؟ zero. at point A. ففي البداية كان البروتون هذا موجود عند النقطة A.
in a uniform electric field. فهذا البروتون موضوع في مجال كهربائي منتظم that has magnitude of 8 مضروبة في 10 to 4 volt per meter. اوكي، فهذا ترمز الى الالكتريك فيلد. The proton undergoes a displacement. فهنا البروتون تغير مكانه، يعني يخضع الى displacement، ازاحة of magnitude اللي هي دي تساوي 0.50 متر to the point B. فالمسافة between اللي هي point A and point B اللي هي D تساوي 0.5 متر، وبتكون في نفس ايش؟ هذه الازاحة بتكون في نفس الاتجاه of the electric field in the direction of E field. Find the speed of the proton. يبغى ايش؟ سرعة البروتون after completing the displacement. طبعا احنا من قبل وجدنا اللي هو السرعة، فراح نستخدم نفس الطريقة اللي هم نستخدم قانون حفظ الشحنة. بس لما تذكرون احنا هنا حلينا اللي هي البي، بس هذه كنا نتكلم فيها عن الالكترون، فكنا نعوض عن ايش؟ minus 1.6 في 10 to minus 90. اوكي، فطبعا راح نستخدم نفس الطريقة اللي هو مبدأ حفظ الطاقة، وبعد كذا راح نشوف what is the kinetic energy والpotential energy. Okay. So the conservation of energy equation for isolated system of the charge and the electric field. عندنا التغير في الكينيتيك انرجي بلس اللي هو change in the potential energy اللي هو اليو، هنا ترمز الى potential energy equal to zero. فاحنا قلنا ايش؟ ان البروتون started from the rest، معناها ان ال VI equal to zero، فهذا يعني ان ال initial kinetic energy تساوي zero. ليه؟ عشان ان الكينيتيك انرجي بتساوي ايش؟ half m v i سكوير. بما ان هذا زيرو خلاص راح يعطيني ان كل هذا زيرو كينيشيال، فراح يبقى عندي طبعا الكي فاينل. طبعا احنا عندنا ان الدلتا كي بتساوي الكي مثلا ماينس الكينيشيال، يما أقول K final minus K initial أو K minus K initial. أوكي، فهنا طبعا راح أعوض عن ال K اللي هي عبارة عن half mv square minus zero اللي هي إيش؟ ال K initial. أوكي، هنا لو بتلاحظون عبر عن ايش؟ الالكتريك بوتنشال انرجي من القانون، لما كنا نقول ان الدلتا في يساوي دلتا يو على الكيو، صح؟ على الشحنة، حيث ان هذا عبارة عن ايش؟ الالكتريك بوتنشال، وهنا عندنا ايش؟ الالكتريك potential energy. طيب، فمن هنا راح أطلع اللي هي الالكتريك potential energy اللي هي delta U راح تساوي delta U is equal to Q في delta V. أوكي، فالكيو هنا هي البروتون. طبعا هنا لو بتلاحظون هو عوض عنها بالاي، يعني كانها الكترون، لكن احنا نقصد فيها البروتون. انها تساوي ايش؟ قلنا الكيو في الدلتا في، او هذا عبر عنه بالالكترون.
هذا عبارة عن إيش؟ هو نفسه كذا عبر عنه بالإلكترون. هذا عبارة عن إيش؟ هو نفسه كيو. وبالتالي طبعاً يساوي زيرو، لأن نحن راح نعتبر أنه هو إيش؟ isolated system. So to solve for the final speed of the proton and substitute for delta V، راح نقول أن ال V من هذه المعادلة طبعاً، أن ال V square راح تساوي ال E في الدلتا V مضروبة في ال 2 على ال M. طبعا الإشارة سالبة. أوكي، لأن هذا نقلناه إلى الطرف الثاني فصار سالب. سوري مش هذا اللي هو قصدي، هذا الحد نقلناه إلى الطرف الثاني بإشارة إيش؟ سالبة. فصار عندي ماينس طبعا، وجيت بعدين ضربتها في إيش؟ الاثنين اللي في المقام. فهنا بيكون عندي ماينس 2 في الـ E في الدلتا V على الـ M، حيث أن الـ M هنا إيش؟ تعبر عن الماس أوف ذا بروتون المفروض. طيب إحنا عندنا اللي هو قانون اللي هو الدلتا V يساوي ماينس الـ E في الـ T، صح؟ من العلاقة اللي درسناها قبل شوي، أن الـ E هذه تساوي طبعا ال VBA تنكتب يا اما انها VBA هنا، او اقدر اقول ان ال E تساوي ماينس دلتا V على D. اوكي، او اقدر اقول اصلا بهذه الطريقة بنستهدف دلتا V، يعني على حسب السؤال اقدر اقول فقط اللي هو الالكتريك بوتنشال يساوي ماينس ال E في D. Anyhow، فمن هنا راح أجي أعوض عن اللي هي إيش؟ الدلتا في إنها بتصير ماينس الـ E في الـ D. خلاص، فجيت عوضت عنها عن الدلتا في، راح يعطيني على طبعا الـ M نيجاتيف مع نيجاتيف بوزيتيف 2 في الإلكترون، أو قيمة اللي هي البروتون مضروبة في الـ E في الدي على الام. هنا راح ايش نعوض substitute numerical value، فراح يعطيني ان السرعة تساوي 2. طبعا هنا ال E هي كتلة البروتون، اوكي سوري مو كتلة، the charge of بروتون. طيب، فهي نفس شحنة اللي هي الإلكترون، فقط إن هذه راح تكون إيش؟ موجبة 19 كولوم. فإحنا كنا نلاحظ إن حق الإلكترون نحط إيش؟ إشارة سالبة، هنا لا موجبة، فراح نقول 2 مضروبة في الـ E أو في شحنة البروتون اللي هي 1.6 مضروبة في 10 to 19 كولوم. طيب، الالكتريك فيلد والدي الدي هنا لاحظوا كم عطاني اياها، اللي هي 0.5 متر. اوكي، وعطاني قيمة اللي هو الالكتريك فيلد عبارة عن 8 مضروبة في 10 to 4 فولت بير متر، فراح أعوض عن هذه القيم. خلاص، هذا قيمة الالكتريك فيلد وهذا قيمة اللي هو الدي، طبعا هنا الوحدة متر مو ان، على كتلة البروتون هنا ام اوف بروتون، فهذا يعتبر عدد ثابت. اوكي، يعني بحثوا عنه وبتشوفونه اصلا في فيزيكس 1 في التابل، هي 1.6 في 10 to minus 27 كولوم كيلوغرام. اوكي، فمن هنا راح نحسب اللي هي السرعة تساوي 2.8 مضروبة في 10 to 6 متر بر سكند. واضح الحل؟ طبعا بالنسبة للكتلة، كتلة البروتون او كتلة الالكترون، دائما هذه ايش؟ ثوابت، تعطى لكم في الأسئلة.
يعني نعطيكم إياها في الفورمولا شيت، فيعني لا تحاطونها كثير. طيب هنا electric field، مثال ثاني عندنا electric field obtained from voltage. أيوة المفروض أنها يا أما تكون في السؤال مكتوبة، أو بيكون إذا في أسئلة يعني إنكم تحلونها عادة خاصة في multiple choice، يعني يكون عندكم table، هذه التابل أو الفورمولا شيت مكتوبة فيها الثوابت بالإضافة إلى المعادلات. أوكي هنا قال لي إيش؟ two parallel plates are charged to produce a potential difference of 50 volt. فهنا عندنا potential difference اللي هو 50 volt. If the separation between the plate is 0.05 meter، فهنا عندي إيش؟ إن D تساوي 0.05 متر. Calculate the magnitude of the electric field in the space between the plates. فهنا يبغاني أحسب إيش اللي هو الإلكتريك فيلد، وعطاني إيش اللي هو البوتنشال ديفرنس اللي V B A يساوي كم؟ 50 فولت. طيب فهنا طبعا عندنا احنا دارسين ان الدلتا في او الفي بي اي، او احنا اصلا على طول اخذنا اللي هو القانون اللي هو عبارة عن اي في بي اي، طبعا اخذناه سالب في بي اي على دي. اوكي فهنا طبعا راح اعوض تعويض مباشر عن الفي وعن الدي، وطلع الناتج بيطلع لي 1000 فولت بير متر. طبعا هنا عادة ما نهتم حق إشارة كثير، أوكي؟ فقط اللي هو أهم شيء العدد الموجب، أوكي؟ كأن إحنا بناخذ الماجنتيود اللي يساوي 1000 فولت بير متر. فهذا نقدر زي ما قال لي هنا إن هذه الإكويجن، هنا قال إحنا بنستخدم إكويجن 17.4 اللي هي بي، فقط أقدر أستخدمها لما إيش يكون عندي uniform electric field. زي ما قلت لكم إحنا دائما نتكلم على إيش uniform electric field، اللي هو عندي بيكون مجال كهربائي متج uniform electric field، اللي هو عندي بيكون مجال كهربائي متجانس between the plates. أوكي المنطقة اللي يكون فيها متجانس مو اللي هو في الحواف. أوكي يعني هذا الشرط من شروط الحل. General relation between the E will be okay between electric field and the electric potential. In a region where E is not uniform, the connection between E and V takes on a different form than اللي هي 17.4. In general, it is possible to show that the electric field in a given direction at any point in space is equal to the rate at which the electric potential decreases over a distance in that direction. هنا عندنا for example the x component of the electric field is given by اللي هي ex تساوي minus delta v على delta x. طبعا هنا أعطاكم اللي هو الإكزامبل بعدين عممها، أوكي؟ يعني مثلاً الإلكتريك فيلد في اتجاه الإكس يساوي كذا، أوكي؟ اللي هي ماينس دلتا في على دلتا إكس، أيضاً بالنسبة للإي واي بتكون ماينس، طبعاً هنا دلتا ترمز إلى إيش؟ اللي هو التغير، وهذه طبعاً تعتبر اللي هي المسافة الصغيرة. هنا راح ألاحظ إن الإلكتريك فيلد في اتجاه الواي راح يساوي ماينس دلتا في على دلتا واي، الإلكتريك فيلد في اتجاه الزد يساوي دلتا ماينس دلتا في على دلتا إكس. طبعا هنا الفي مو الفي اللي هي حقت السرعة، اللي هي الفي حقت الفولتج، أوكي تحتاج تعديل معادلات. طيب فإيش طبعا إحنا نقصد فيه هنا متى يكون غير متجانس؟
يعني المعادلات السابقة احنا كنا نقول ايش على طول ان الاي ما اخذ فيها الدايركشن، صح ولا لا؟ كنت اقول ان الاي على طول هتساوي ماينس الفي بي اي على الدي اللي هي فقط المسافة الديستانس، او اللي هو عبارة عن ماينس الدلتا في على الدي، صح؟ لكن هو في الحقيقة احنا لما نجي ناخذ الابليكيشنز، يعني زي لما بتسوون مثلا simulation اوكي باستخدام الكمبيوتر يعني، واجي اقول والله انا حطيت two plates على حسب طبعا المقاس اللي بينهم اوكي، فالtwo plates هذه راح يعتبرها الكمبيوتر ايش، هذا عندي اتجاه الاكس وهذا عندي ايش اتجاه الواي اوكي، فهنا راح يصير عندي two dimension. يعني هنا ما راح افكر مثلا في الثالث الا اذا انا جيت وسويت الديزاين حقي مثلا انه ثلاثي الابعاد. يعني في بعض السوفت ويرز اللي هو يبغون يسوون ثلاثي ابعاد، لما مثلا اجي اصمم خلينا نقول خليه شمسيه او ترانزستورز او وات ايفر الديبتس، فاحنا يعني في البعض اللي هو في البدايه عشان انه تطلع النتائج بشكل اسهل يطلعها بالتو دايمنشن وبعد كذا يسويها على الثري دايمنشن، بس انه في البداية يضمن ان طريقته صحيحة في الحل. اللي يصير طبعا في البرامج حقت الكمبيوتر شلون راح يعطيك الحل، انه هو راح يجزئ، شفتوا الشبكة اللي احنا نشوفها في الرياضيات هذه مثلا اسوي لها مش، يا اما بهالطريقة عندي انواع المش مربعة، عندي انواع المش طبعا هذا المش تاخذونها لو انتوا فعلا تدرسون يعني مثلا انجينيرينج او فيزيكس، فمادة اسمها partial differential equation اوكي. فهو يجي يقسم الشكل، يا اما المش عندنا يكون مربع احيانا يكون على شكل مثلثات كذا يقسمها. ليش هو يقسمها بهالطريقة؟ عشان اذا كانت نون يونيفورم هو راح يتعامل مع كل شيء هنا كماتريكس. طيب كأنها شفتوا تدرسون انتوا المصفوفات، خدتوا الجبر الخطي ولا ما خدتوه؟ فراح يحل مثلا قيمة الالكتريك فيلد كل نقطة، ما خدتوه اوكي بس كأنه مقدمة اوكي، عند كل نقطة. فكل نقطة هذه في الفراغ، يعني لو كنا نتكلم على الرياضيات مثلا، كل نقطة هي تمثل بايش مثلا اكس وواي. لو كان عندي 3 dimension اوكي بيكون عندي x y وz، صح ولا لا؟ وراح يحل لنا في الثلاثي الابعاد. فعشان كذا هنا في هذه الحاله انا ما اقدر اقول والله فقط اللي هو in general ان الاي يساوي v بين نقطتين، يعني اللي هي بس عندي كذا، لا هنا، لان اصلا قيمه الالكتريك فيلد راح يختلف عند كل نقطه من هذه النقاط. ممكن انا في النهاية اقول والله تعال احسب لي الافرج في اتجاه الاكس مثلا، افرج او التكامل، اجي اسوي تكامل حق مثلا مجموع كل، طبعا لما اقول دلتا اكس انا قاعد اتكلم عن مسافة جدا صغيرة مثلا كذا دلتا اكس اوكي، او هنا مثلا بتكون المسافة بين نقطتين. طيب المسافة اللي بعدها اللي بعدها عشان اطلع الناتج الكلي حق الاي اكس، أنا يحتاج أجي أسوي تكامل أو مجموع حق مثلاً الـ dv by dx هذه، اللي هو مجموع كل هذه النقاط، أوكي؟ نفاض عشان تفهموا الفكرة، ليش هذه المعادلة طيب؟ وهي عادةً طبعاً إحنا نركز على اللي هي هذه المعادلة، فهني السمارية اللي هي electric potential energy عندنا اللي هي بتكون change between two points اللي هي UB minus UA بتساوي minus Q في الـ ED. Electric potential difference equals to the work done to move charge from one point to another point. أيضا عندي relationship between potential difference and field أو اللي هو electric field اللي هي E تساوي minus VBA على D. واضح؟ كذا يكون خلصنا المحاضرة الأولى. والله الله يعيننا في رمضان، ترى المحاضرات بتكون وقتها أقل،
فان شاء الله ان شاء الله ان احنا نخلص الجزئية. طبعا اذا ما خلصنا الجزئية نشوف اذا قدرنا ناخذكم كلاسات. ايوه طبعا ما ادري، انا دائما اخذ اكسترا يعني، الله يعينكم. هو ما راح يكون اكسترا اكسترا، وين كلاس اكسترا يعني راح يغطي، عرفتوا؟ اتوقع يعني لان انا بصراحة ما احب امر على المعلومات مرور الكرام، يعني ابغاكم تفهمون، فاللي يدخل معاي المفروض هو شوي عارف الطريق. طيب هنا عندنا راح نتكلم، قلنا في الاسبوع الثاني عن الكتريك بوتنشال. طبعا احنا في الحين في البداية عرفنا الالكتريك بوتنشال انرجي، دخلنا في الالكتريك بوتنشال اللي هي V، وايش علاقتها بالالكتريك فيلد، صح ولا لا؟ هذا ان جنرال يعني. هنا راح ندرس الكتريك بوتنشال due to continuous charge distribution، ايضا راح ندرس الكرنت اند ريزيستنس. هنا بتكون عندي الكتريك بوتنشال ناتجه عن continuous charge distribution، لما يكون عندي اكثر من شحنه كهربائيه موزعه خلال جسم معين. اوكي طبعا راح تشوفونها بالتفصيل. فهنا طبعا راح نكمل اللي هو شابتر 24، ايضا راح ندخل اللي هو شابتر 24، ايضا راح ندخل في المحاضرة الثانية، طبعا راح نكملها ان شاء الله خلال هالاسبوع، في اللي هو شابتر 26 راح نتكلم فيها عن الكرنت اند ريزيستنس، الكتريك كرنت ايضا اللي هو الريزيستنس. اوكي راح مختصرين لكم ان شاء الله ان بيمدينا ان احنا نخلص. اوكي فهنا طبعا اللي هو المراجع عندكم Physics for Scientists and Engineers، عندنا اللي هو Physics Principles with Application، ونفس الكتاب الأولي طبعا بيكون Chapter 26. اوكي اللي هو Current and Resistance. بس خلينا ندخل لأن نتأخر في المحاضرة. عندنا هنا راح نتكلم قلنا عن Electric Potential في البداية due to، في البداية راح نتكلم الناتج عن البوينت شارج، بعد كذا لما يكون عندي ميني شارجز. طيب طبعا ما راح نعطيكم الاستنتاج، فقط اللي هي المعادلة الأخيرة. The electric potential at a distance r، لما يكون عندي at a distance r from a single point charge، فأنا مثلا عندي single point charge اللي هي q. طيب فالالكتريك بوتنشال ناتج عن او عند مسافة تبعد r، اوكي من هذه الشارج can be derived from the expression of the electric field. طبعا احنا لما كنا نتكلم على الالكتريك فيلد اذا تذكرون، او خلونا نتكلم في البداية عن القوة الكهربائية. القوة الكهربائية اللي هي ايش كنا نقول عليها، كولوم كولوم لو. اوكي هي كانت ايش، عبارة عن كولومز كونستانت اذا تذكرون، في الكيو، في الكيو نوت لما يكون عندي تست شارت، صح، على الار تربيع. هذا كولومز لو، هذا درستوه في فيزيكس 1. فهنا بتكون عندي مسافة كانت بين تو شارجز، مثلا خلينا نقول هذا كيو، وجيت انا وضعت شحنة اختبار اللي هي كيو نوت، بحيث ان شحنة هذا الاختبار تبعد مسافة r من ال q. اوكي الاساسية، فجينا عشان ندرس القوة، فاما هي طبعا بتصير 2 مثلا بوزيتيف شارج، بيكون بينهم قوة تنافر، او واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف. لكن دائما القانون يعطى، قانون القوة between the two charges كنا نحسبها باستخدام ايش، قانون كولوم، حيث ان ال k طبعا كونستانت، وعندي q في ال q نوت على ال r سكوير، صح؟ لما جينا نحسب الالكتريك فيلد قلنا اي شحنة موجودة راح ينتج عنها مجال كهربي، حتى لو جيت انا وشلت ال q نوت، فقلنا بدل الكيو نوت بيصير ما في عندي ولا شحنة، صح ولا لا؟ فأنا أبغى أحسب المجال الكهربي الناتج من الشحنة عند نقطة معينة في الفراغ مثلا الـ A B.
واضح انت عندكم بنات الصوت. اوكي فاهمين؟ خلاص فاهمين معاي في الشرح؟ فهنا قلنا لما نبغى نجي نحسب اللي هو الالكتريك فيلد، يعني هذه من وين جات، قلنا راح نحذف، بما ان انا حذفت فمعناها انا جيت اصلا قسمت الاف على الكيو نوت، هنا على الكيو نوت، وهذا ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني الالكتريك فيلد، صح ولا لا؟ الكيو نوت راح تروح مع الكيو نوت، وراح يبقى عندي ان الالكتريك فيلد ايش يساوي؟ الكي في الكيو على الار سكوير، اللي هو هذا القانون، صح؟ طيب فكرة الالكتريك بوتنشال هي نفس فكرة الالكتريك فيلد، اللي هو لما يكون عندي شحنة وانا ابقى احسب الالكتريك بوتنشال، اوكي، اللي هو في عند نقطة معينة مثلا بي. لكن انا ما راح اسوي معاكم الاستنتاج، الاستنتاج اصلا يعني في تكامل وفي حفسة، ومو كل الطالبات ماخذين اللي هو هالأساس اللي هو الكالكولاس. So the potential، لما أنا أبغى أحسب ال potential، okay the potential in this case is usually taken to be zero at infinity. فال potential هنا دائما بتكون zero عندما تكون الشحنة Q موضوعة في المال نهاية، which means extremely، يعني انها تقع في مسافة، ما انها تخيلوا ان الكيو موضوعة في الما لا نهاية، وانا ابغى احسب مثلا البوتنشال الناتج عنها، طبعا ما ادري وين هي، تب يعني مسافة حيل بعيدة، فتخيلوا اي شارج انتوا راح تروحون عنها مسافة جدا جدا بعيدة، اصلا ما تدرون ايش قيمتها بما انها ما لا نهاية، فاكيد بيكون التأثير حقها انه هو ايش يساوي؟ Zero. Okay. So this is also where the electric field is zero. فبيكون ال potential zero وال electric field zero. Okay. Where the electric field is zero. فهنا راح نكتب قانون ال potential الناتج عن شحنة واحدة. طيب لما ما تكون في ال potential، ال V قصدي ما تكون في المال النهاية، ال V تساوي ال K مضروبة في ال Q على ال R. هنا single point charge V equal to zero عندما تكون ال R، اللي هي هذه R تساوي المال النهاية. طيب حيث ان ال K قلنا عبارة عن كولوم كونستانت اللي هو 8.99 في 10 to 9 نيوتن متر سكوير على كولوم سكوير. طبعا كولوم كونستانت يا اما هو يعطى كذا او بالتغريب اقول هو 9 ضرب 10 تو 9 نيوتن متر سكوير على الكولوم سكوير. طيب فايش هنا لو بتلاحظون القانون هذا مهم انكم تركزون على صيغة القانون، ان ال V هو مشابه لل E، فقط لو بلاحظ ان ال R هنا في المقام هي فقط R واحدة مو R تربيع. طيب او ممكن طبعا ان هنا اعبر مره ثانيه عن اللي هو الالكتريك بوتنشال اللي هي في، انها تساوي يعني اذا انا ما حطيت هذا الثابت راح اقول انه هو عباره عن 1 اوفر 4 باي في الابسلون نوت مضروبه في الكيو على الار، حيث ان الابسلون نوت هنا ايش تمثل؟ مين يذكرنا الابسلون نوت هنا ايش تمثل؟ ولا أحد؟ الإبسلون نوت هذه تمثل إيش؟ نسيت والله ما طيب في أحد ثاني ذاكر؟ شيء ما إيش اسمها؟ نوف ولا؟
أوكي خديجة، بقول أسماء البنات اللي يكتبون طبعا هنا، أنجاد، رقد. أوكي خلاص مو مشكلة. الإبسلونات هذه تمثل إيش؟ الإلكتريك اللي هي نسميها إحنا الخاصية الكهربائية للفرق، أوكي؟ فهذه تمثل إيش؟ الإبسلونات. طبعا احنا نكتب لكم هنا مثل ايش الابسلونات، طبعا احنا نكتب لكم هنا فقط اللي هي ابسلونات، لان احنا نتكلم على دائما يعني ما نعطيكم مادة، اوكي يعني انتم متخصصكم، لكن في الحقيقة والواقع لو كانت مثلا انا عندي مادة غير الهواء، فالمفروض يعني هنا بتصير هذه في لها تيبلز وفي لها توابت. فالإبسلونات طبعا هو ايش هنا كونستانت، اوكي ريبريزنت ذا الكتريك properties of the طبعا vacuum هنا الفاكيوم او الاير. بس لو مثلا انا بتكلم ان مثلا لو جينا ندرس زي احيانا مثلا بقى نحسب شيء وبنستخدم في هذه يعني مثلا between two plates مثلا كانت مادة زجاج او سيليكون او وات ايفر، فهنا المفروض بتصير بدل الإبسلون نات أو بتصير إبسلون نات مضروبة في الإبسلون أو الخاصية الكهربائية للمادة المعينة، عرفتوا؟ لكن إحنا فقط نعطيكم منها إيش بشكل عام يعني. طبعا هي خدعة بصراحة، المفروض يكتبون القانون كامل، لكن معظم كتب الفيزياء كذا يعني. أذكر أنا لما كنت آخذ هذه المادة يعني اللي هو متقدم، كورس متقدم، كنا نلخبط لأن القانون مو مكتوب فيه إبسلون نات مثلا في الإبسلون آر، بعدين صرنا ناخذ معادلة اللي هي فيها، بس لأن خلاص ما يربطونها من البداية في القانون، فالواحد شوي يصير عنده الثابت اللي أول شيء يدرسه. لكن الحمد لله أنت مش تخصصكم يعني. هنا potential due to a positive or negative charge. Determine the potential at a point 0.5 meter. أوكي فهذه تعطيني قيمة إيش الـ R، يبقاني أحسب البوتنشال. لما يقول لي بوتنشال فقط أو الإلكتريك بوتنشال، فأنا أقصد فيها إيش الـ V. فلاحظوا إن في كم قانون أخذنا، إن الـ E تساوي ماينس دلتا V على الـ D، أو من هنا راح نقول إن الـ V تساوي ماينس الـ E في الـ D. طبعا هو دلتا او اللي هو في بي اي او الفي كلها يعني زي بعض على حسب السؤال، اوكي. فهنا يبقاني احسب البوتنشال عند 0.5 متر فروم، فهنا قال لي الفقره الاولى يبقاني احسبها فروم 0.20 مايكرو كولوم بوينت شارج. فهنا عندي اللي هو قيمة الكيو اللي هي كم تساوي بوزيتيف 20 المايكرو، قلنا عبارة عن طبعا عادة الوحدة كولوم، اوكي فالمايكرو 10 to minus 6 هذا تعبر عن ايش المايكرو، هذا كولوم اوكي. فعندنا طبعا قانون اللي هو الالكتريك بوتنشال V تساوي ال K اللي هو كولومز كونستانت في ال Q على ال R، فال R موجودة عندي اللي هي 0.5 متر، وال Q خلاص موجودة عندي، وال K طبعا اللي هو ثابت. أجي أعوض عن كولومز كونستانت اللي هي 9 في 10 to 9 نيوتن متر سكوير على كولوم سكوير، الكيو عبارة عن قلنا 20 في 10 to minus 6 كولوم على المسافة اللي هي 0.5،
اوكي، فمن هنا راح احسب اللي هو الالكتريك بوتنشال اللي هي V equal to 3.6 في 10 to 5 فولت. طيب for negative charge هي نفس القيمة بتكون، وحطها لنا for B اللي هي from a minus 20 micro coulomb point charge. فطبعا راح استخدم نفس التعويض، فقط راح اعوض عن هذه بالماينس اللي هي minus 20 في 10 to minus 6، فراح تعطيني نفس القيمة فقط إشارة سالبة. So potential طبعا القرض من هذه إن البوتنشال can be positive or negative. And we always include charge sign when we find electric potential. التابل قصدك حقت لما يكون مثلا مواد، خليني اشوف كتابي الالكتروماجنتيك ويفز واشوف اذا في لان لو ترجعون كولومز لو يمكن بعد فيه، خلونا نشوف الكتاب. كولومز لو اللي درسناه يعني شابتر 20 كم احنا كنا 23 اتوقع كان كولومز لو. خلونا نرجع، خلاص مو مشكلة يا مها، بس هو حلو صراحة لما الواحد يبغى يدخل يطبق applications. يعني انت مثلا خصوصا اذا انت حابين مجال اللي هو الكمبيوتر او حاجة، احيانا يصير في الصيفي في تبع شيء تبع انجينيرز، بس ترى ياخذون عادة اللي تخصصه كمبيوتر ساينس او يعني حتى الاي تي اتوقع عادي ياخذونه، خصوصا لما يصير شيء يعتمد على كمبيوتيشن. في صوت ولا ما في صوت؟ اوكي حلو. يعني مو من عندي المشكلة. طيب فالكمبيوتر يعني خصوصا الآن لو بتلاحظون في شركات كثيرة تعتمد على السوفت ويرز، يعني أساسا في برامج الآن صمموها يعني بدل مثلا اللي طبعا يبون اللي هو الخلفية البيهايند. يعني مثلا أنا أحتاج أدرس كمبيوتر صراحة، يعني يحتاج ان مثلا الخوارزميات اللي هي السي وكذا. ليه؟ لان انا مثلا جيت طلعت درست فيزياء، اوكي احنا ما درسنا اللغات هذه، جينا الماستر كانت واجباتنا اصلا المفروض ان احنا نكون دارسين على الاقل لغتين ثلاث لغات يعني، عرفتوا؟ فجينا بحث مثلا بحث الماستر وبحث الدكتوراه، انا اشتغلت مع دكتور وهو كمبيوتيشنال فيزيكس يعني كذا يسوي، يعني ما عنده لاب، عارفين؟ فهو كان ياخذ اصلا طلاب كهرباء لان طلاب الكهرباء عاده يدرسون يعني اشياء واجد في الالكترونيك وكذا، يعني ياخذون في الكمبيوتر يعني كورسات كثيره. ليه؟ لأن الآن هو صاروا يستخدمون السيموليشن، ففي مثلا تطبيق حق يحسب مثلا الأشياء الحرارية، يعني مثلا أشياء حق تكييف حق مدري إيش، وأنا أسوي يعني I build the design مثلا، أعطي الأبعاد ومدري إيش وأحدد المواد المستخدمة وكذا، ويجي بعدين زي ما قلت لكم هذا المش وأطلع النتاج اللي أبقى على حسب الأبليكيشن اللي أنا أبقي. أصلا يجي السوفت وير يجي معه كتب، في مثلا تطبيقات على الالكترومغناطيك ويفز اللي هي مثلا البصريات تعتبر يعني ضوء مثلا يعتبر ضوء مار خلال مواد معينة، زين في اللي هو مثلا حرارة تمر احيانا تيار كهربائي، كل واحد دي يعتبر ابليكيشن. فاللي مو فاهم يعني انا حاولت مثلا افهم بقدر الامكان what is behind it يعني في الكمبيوتيشن، لكن still يعني أنا أحس اللي تخصصه هو كمبيوتر ويجي حق هذه البرامج اللي هي مختصرة تعتبر، لأن لو إحنا المفروض لو إحنا بنسوي فعلاً بروجكت المفروض إن إحنا نكتب كود كامل، يعني وأخذنا إحنا مادة زي كذا يعني إن إحنا نسوي كود كامل
فما ادري ميدي سي كان اسمه، فنحدد السيمي كان فقط الميدي سي حق سيمي كوندكترات يعني. اوكي ايه، حتى الجافا، بس بالجافا عادة يستبعدونها لان الجافا اكوادها طويلة طويلة يعني، تصير وصعبة يعني. انت عشان تصيرين طالبة مثلا ماجستير وطالبة دكتوراه، عادة شغلك المفروض ان الادفايزر حقك المشرف الدراسي يشيك يعني، يمكن احيانا ما تحصل على نتيجة بسبب خطأ في الكود. عشان كذا هم استخدموا الان السيموليشن اللي هي برامج محاكاة يسمونها، ليه؟ لانه يكون التشييك اسهل فيها، بس هو في الحقيقة اللي يسوي اكواد احسن يعني. انا اقول لك الان بايثون واجد فيزيائيين انجينيرينج يعني داخلين يسوون بايثون يعني، عشان كذا احس انها صايرة لغة المستقبل يعني. في طبعا لغات تانية بس البايثون مرة يستخدمونها سهلة يقولون عليها يعني. anyhow طبعا خلونا نكمل. بس لا ما خلتني اندمج شوي. طبعا هي حالات الفيزيكس في الابليكيشنز. هنا عندنا electric potential due to many point charge. طيب احنا تكلمنا عن electric potential في البداية الناتج عن شحنة واحدة. طيب لما يكون عندي many point charges كيف راح احسب البوتنشال او الالكتريك بوتنشال لها اللي هي في. So the electric potential resulting from two or more point charges can be calculated by applying superposition principle. طبعا هذا حيل مهم اللي هو انكم تعرفون ايش اسمه اللي هو superposition principle. اوكي ممكن صح وخطا، ممكن خيارات. ايش انا اقصد بالsuperposition principle؟ معناها ان ايش؟ that is the total electric potential at some point p due to several point charges. يعني لو تخيلوا انا عندي مثلا هنا q1 q2 طيب خلينا نقول هنا مثلا q، هذه مجموعه شحنات زين، وانا ابغى احسب ايش الالكتريك بوتنشال لكل هذه الشحنات مع بعض يبعد مسافه معينة هي R من مجموع كل الشحنات عند النقطة B. يعني أنا أبغى أحسب الإلكتريك بوتنشال اللي هي V عند هذه النقطة، فكيف راح أجيبها؟ طبعا راح أستخدم السوبر بوزيشن برينسيبل. فالسوبر بوزيشن برينسيبل هو مجموع is the sum of the potential due to the individual charges. يعني أنا في البداية راح أستخدم حق إحنا قلنا إيش عبارة عن الكي الكي سوري في دي كيو على الار اللي هي تبعد النقطة بي سوري في دي كيو على الار اللي هي تبعد النقطة بي. فمثلا انا في البداية ابغى احسب حق الكيو 1، انا راح اجيب المسافة مو من الحدود، لا لان هنا مثلا شحنات متفرقة، فهذه راح تكون عندي ار 1. فهنا مثلا الفي 1 راح تساوي الكي لانها ثابت في الكيو 1 على الار 1. ال V2 راح تصير ايش؟ المسافة من ال Q2 الى النقطة B، فهنا راح يكون عندي R2. اوكي نفس الشيء بالنسبة حق ال Q3 راح تختلف المسافة، اوكي هنا راح يكون R3. فكل مرة راح اجيب اللي هو البوتنشال حق الشارج اللي هي مختلفة. اوكي فهنا راح يكون كيف لكيو 2 مثلا على ار 2. في النهاية طبعا راح اجيب اللي هو توتال الفي اللي هو يساوي الكي، راح اخذ عامل مشترك في مجموع لكيو اي على ار اي. طبعا هنا من اي المفروض تساوي 1 الى ان على حسب كم شارج انا عندي. اوكي فهذا طبعا القانون يسمى بايش اللي هو السوبر بوزيشن برينسيبل اللي هو عبارة عن مجموع. So it's the sum of the potential due to the individual charges for a group of point charges. We can write the total electric potential at P. اللي هو عند النقطة P as اللي هو طبعا هذا القانون. Okay. واضح؟ طبعا هنا أحط لكم اللي هو example. Consider the group of three point charges shown in the figure.
the potential V، فهنا عندي Q1، هنا Q2، هنا Q3، ويبقى أحسب الإلكتريك بوتنشال عند النقطة B. أوكي، طبعاً هذا ما أدري، في بنات أحس إنهم ما يركزون وقت الشرح، يعني تخيلوا إن أنا مرة جبت سؤال كذا، والله ما أدري في المادة أو في الفاينل، يشبه كذا يعني، الرسمة كانت من السلايد، يمكن شلت Q3. طيب أبغاهم يختارون القانون أو يحسبون، أو حطيت لهم والله ما أدري أرقام القانون، وخلاص أنتوا إذا فاهمين يعني السوبر بوزيشن برينسيبل، مهما غيرت أنا في هذه الرسمة خلاص أنتوا هنا عندكم R1 وهنا عندكم R2، صح ولا لا؟ فراح أجيبها اللي هي V1 مثلا و V2 على حسب قلنا عدد الشحنات. So هنا قال لي إيش، consider the group of three point charges shown in the figure. The potential V generated by this group at any point B is calculated using principle of superposition. Okay. So we determine potentials اللي هي V1, V2 and V3 generated by each charge at point B as اللي هي V1. قلنا عبارة عن، طبعا هنا عوض لي عن الـ K، Q1 على R1. هنا V2 هي عبارة عن الـ K في Q2 على R2، الـ V3 اللي هي عبارة عن الـ Q3 في الـ R3، طبعا اللي هي المسافة من الـ B إلى الـ Q. أوكي، فالـ Superposition Principle إن أنا إيش راح أجي وآخذ مجموعهم، فالـ V Total V راح تساوي V1 plus الـ V2 plus الـ V3. أوكي، هنا جاء طبعا وعوض عن ال V1 وال V2 وال V3. So the previous equation، إن هذه المعادلة أنا أقدر أجي وأعممها، can be generalized for n charges، حسب كنا إيش عدد الشحنات الموجودة as follows. فهنا عندي ال V تساوي E1 over 4 by في الإصطناط في Q1 على R1 plus ال A، طبعا نفسها هذه اللي نستند Q2 على R2 إلى أن أصل إلى Qn، يعني ممكن أنا عندي خمس مثلا شحنات أو ست، بتصير إلى مثلا Q6 على R6. أوكي، السوبر بوزيشن برينسيبل في النهاية راح أختصرها أنه هو إيش، طبعا هذا عبارة عن ال K في سيجما اللي هو من I equal to 1 إلى N Qi على ال R. اوكي، خلاص نكمل هذه السلايد بس لانها يعني مشابهه لها، فقط على اللي هي تتكلم على البوتنشال انرجي. ايضا بالنسبه لما يكون عندي بوتنشال انرجي due to many charges، ناتج عن اكثر من شحنه، if the system consists of more than two charges particle we can obtain the total potential energy of the system by calculating اللي هو ايش UE for every pair of charge. فهنا البوتنشال انرجي لازم تكون ايش، علاقة بين شحنة وشحنة. هنا مثلا Q1، هنا عندي Q2، والمسافة اللي بينهم هي مثلا R. اوكي، for every pair charges and summing the terms algebraically، طبعا هنا السم قصدهم ايش اللي هو باستخدام superposition principle. For example the total potential energy of the system of three charges shown in the figure. فهنا مثلا انا عندي Q1، هنا عندي Q2، هنا عندي Q3، فالمسافة between Q1 and Q2 هنا سميناها ايش اللي هي R من Q1 1 إلى Q2، فالدايركشن هنا مهم. أوكي، أيضا المسافة between اللي هو Q2 and اللي هو Q3 اللي هي R2 3، نفس الشيء هنا عندي المسافة between Q1 and Q3 اللي هي R1 3، فنقول تأخذ كأنها هذا. أوكي، دايركشن. ففي النهاية إحنا راح نعبر عن الإلكتريك بوتنشال إنرجي due to many charges اللي هي KE
energy due to many charges اللي هي ke اللي هو equals to ke في ال q1 مضروبة في ال q2 على ايش المسافة اللي بينهم اللي هي r12 plus خلينا نقول q1 في ال q3 في المسافة هذه اللي بينهم اللي هي عبارة عن ايش r13 plus q2 مضروبة في ال q3 في المسافة اللي بينهم عبارة عن r23. اوكي واضح؟